حد من الناس ما يراعي المناطق اللي معلم عليها دائرة الشؤون الإسلامية جزاهم الله خير وبادرين جهد كبير في الموضوع هذا، وحد من الناس ما يودي ويا سيادة زين، وجزاهم الله خير بعد الشؤون الإسلامية جزاهم الله خير حاطين سيايد حق اللي ناسي سيادته ولا ما حصل سيادة بعد دبرين الأمر يعني. فحتى ما تتسكر المسايد مرة ثانية ولا سمح الله ينتشر الموضوع وكذا وغيره وهذا. فشوفوا جزاكم الله خير المسألة زين، فحتى تدخل يعني حتى ما ندخل في إشكالية وتتسكر المسايد من أول جديد. يعني أنا أذكركم أحد الأخوة يخبرني في مسجد الملك فيصل أو جامع الملك فيصل، أحد الجوامع الكبيرة عندنا في الشارقة، كان أكبر جامع وأعتقد الحين ثاني أكبر جامع زين، أو ربما ثالث بعد السلف الصالح ما أعرف. على كل يقول الأخوة ما يحط الكمام مثل ما رويتكم توا على ذقنه، وحد منهم ما يلبس تماما. فيا أخواني في الشؤون الإسلامي جزاكم الله خير نحاول قدر المستطاع. طيب معانا يا أخواني سعادة الدكتور طارق، ها بيكون معانا إن شاء الله سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية حتى نكلم عن موضوع الدوامات والعودة للدوامات والمسائل هذه يعني. طيب يقول يقول أنا المواطن محمد النقبي يتقدم بشكوى ضد إحدى قاعات الأفراح بمدينة خرفكان، وذلك بأنني قمت بدفع مبلغ مقدم عربون مقابل حجز القاعة، ولكن نظرا للوضع الحالي وبإيقاف قاعات الأفراح تمت مراسم الزواج بالمنزل، وعندي طلب استرجاع المبلغ لم يقم المسؤول أو عند طلب استرجاع المبلغ لم يقم المسؤول عن الموضوع بإرجاع أي مبلغ لوقتنا هذا رقم الهاتف. إن شاء الله. حاضر أخي الفاضل، مع العلم أن هذا الأمر بإمكانك أنك تتوجه فيه للقضاء وترفع عليه شكوى وهم يشوفون الموضوع هذا، لكن نحن إن شاء الله بعد من خلالنا الأخوة بيشوفون الموضوع إن شاء الله. إخواني بيكون معنا سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم إن شاء الله للحديث حول موضوع العودة للعمل، وليش ليش إلى الآن يعني ما ردت بعض الدوائر العودة للعمل. يقول جزاك الله خير أخوي وبارك الله فيك، وفعلا أتفق معك تماما بخصوص المساجد، كلامك 100% وصح، وفي بعض الناس من الأساس لا تلبس. طيب هذا اللي من الأساس داخل المسجد ما يلبس كمام بعد صراحة يعني راعي يا أخي، ما يصير يعني. لو أنت واثق من نفسك يا أخي لكن غيرك ما تعرف، يمكن في عنده إشكالية، يمكن عنده كذا، يمكن عنده هذا، فأنت حاسب بارك الله فيك يعني. ولا تتهاون والله، إن حد من الناس والله أقولكم والله شفت بعيوني حد من الناس ينزل من السيارة لين باب المسجد، يوم يجي عند باب المسجد يتذكر أنه ما بلابس الكمام. حد من الناس ناسي ما متعود، موضوع الكمام جديد علينا، والله يرجع لين السيارة وشفت بعيوني، وحد منهم يرجع لين سيارة ويروح لأنه ما عنده كمام، ما حصل كمام. وفي بعض المساجد فيها كمامات محطوطة عند البوابة وحد من المساجد ما فيها يعني. فهذا هذه المسؤولية وهذا المفروض الإنسان يتعامل به يعني. طيب معنا الدكتور طارق سلطان الخادم رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. دكتور السلام عليكم مساك الله بالخير. وعليكم السلام يا براشد، كيف حالك دكتور؟ سور. الله يحفظكم ويبارك فيكم. الحمد لله. الله دكتور الأخوة يتسألون يقولون أن يعني وزارة الموارد البشرية رجعت الدوامات أظني 100%. نعم في الشارقة. نعم. نحن آخر قرار أعتقد على حسب ما أذكر كان 50%، صحيح؟ صحيح نعم، فما فوق على نعم. حسب كل دائرة يعني أقل شيء 50%، لكن صحيح. ممكن صحيح. يزيد أكثر. نعم. لكن نعم. الأخوة يقولون أن في بعض الدوائر لا زالت لا تستقبل المراجعين، لا زال العمل فيها تقريبا شبه متوقف، فكيف العملية كونكم أنتم المسؤولين عن قضية عمل الموظفين في الدوائر الحكومية؟ أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، نقول إن شاء الله الصحة والسلامة لأبنائنا موظفي الحكومة ولأهل الشارقة ولدولة الإمارات عامة. فالحمد لله مثل ما ذكرت براشد، هاي جائحة في الكورونا حولت معظم يعني الدوائر والمؤسسات، والآن تقدم هاي المؤسسات الجهات الحكومية أصبحت عن طريق مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي طبعا،
ما عدا بعض الإجراءات اللي هي يعني المعاملات فيها مشاكل بسيطة. الجمهور ممكن يعني يحضر الدائرة والدوائر حكومة الشارقة، وهذا طبعا كانت كلها للسلامة العامة للدائرة وأيضا للسلامة العامة حتى للمراجع. وكان قللوا يعني من بعض الدوائر قللت بعض المراجعين ان المراجعات تكون عن طريق المواقع الانترنت وتقدم عن هذه الخدمات عن طريقها، ولكن الحمد لله رب العالمين اليوم دوائر حكومه الشارقه كلها بما فيها يعني نحن يعني التعميم سبق ان 50 فما فوق. صحيح. اليوم في دوائر 100% شغاله وايضا ابوابها مفتوحه، ولكن اليوم صحيح. اصبحت حتى المراجعات والاشياء هذه عن طريق التواصل الاجتماعي او المواقع الالكترونيه. دوائرنا ودوائر كثيره حقيقه اللي نحن نراها مفتوحه ابوابها، واذا كان ايضا احد من الدوائر يعني ما فتح نتواصل معه او ما يستقبل. دكتور عذرا على المقاطعه يعني، لكن في بعض الدوائر اكون معك يعني صريح، في بعض الدوائر البوابات مغلقه دكتور، والمراجعين يريدون الدخول للدائرة يستقبلهم الحارس على البوابة الخارجية ويقول لهم ما في مراجعات، ودوائر كبيرة جدا فيها مراجعات بشكل كبير جدا، وصوروا بعض الناس بعض المشاهد للناس اللي واقفة عند البوابات الخارجية وهو منظر في الحقيقة لا يليق يعني. فبالتالي هذه الدوائر اللي يمكن الأخ اللي يتكلم عنها براشد، احنا ان شاء الله بنتواصل مع مسؤولين الدوائر، كل الدوائر الموجوده بنعرف الدوائر. طبعا هي دائما المراجعات للدوائر الخدميه مثل دائرة الاقتصادية، دائرة التخطيط والمساحة، هيئة الشارقة للكهرباء والمياه، أيضا الدوائر العقارية، الدوائر المالية كذلك. يعني إذا كانت هناك مراجعات، ولكن في دوائر ما يحتاج الإنسان يراجع فيها، لأن اليوم حتى هذه الجائحة علمتنا شيء يعني هي سلبية، ولكن علمتنا شيء إيجابي، العمل عن بعد. وفي أيضا التواصل، مواقع التواصل أصبحت يعني ممكن تقدم معاملتك وإجراءاتك. وأيضا اليوم نحن كدائرة موارد بشرية نعمل برامجنا كلها يعني تدريب الموظفين والباحثين كذلك عن بعد، والحمد لله رب العالمين. أيضا اللي بيقدم مثلا أوراقه ومستنداته وغيره كذا أيضا عملناها كلها عن بعد. يعني في دوائر ممكن نستغنى عنها، وفي دوائر لا، فعلا يعني كلامك صحيح أنه راح تكون. لكن في المناسبة هذه و ما دام اليوم نحن الخط المباشر، الحمد لله رب العالمين، يعني راح يكون باذن الله من يوم الاحد الدوام 100% ان شاء الله باذن الله بجميع دوائر حكومه الشارقه من غير استثناء، ما عدا اصحاب الامراض المزمنه وايضا اصحاب يعني العماله والمستخدمين. هذه طبعا اللي هم موظفين خدمات نسميهم والمستخدمين، هذه طبعا بنقتصر شوي هذا لانه يعني لحفاظا على السلامه العامه. ونبشرك ابو راشد، يمكن برنامجكم كل الشكر له اليوم يعرض وايضا زيارات اليوميه على برنامج اماسي في 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 البرامج الموجوده، وتقدم ايضا يشوفون الناس كيف الامور الاحترازيه في اماره الشارقه بدوائرها حقيقه. والحمد لله رب العالمين نحن نفتخر حقيقه بالاجراءات اللي تعاوننا معاكم مع الدوائر كذلك. والله جزاكم الله خير بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بمتابعتكم ابو سلطان جزاكم الله خير، دائره الموارد البشريه وكل الدوائر الاخرى. والحمد لله رب العالمين، عندنا المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة كذلك يتابع هذه العملية أولا بأول. صحيح. وقبل هذا كل صاحب السمو جزاه الله خير هو أكثر حرصا على أبنائه من أي شخص آخر. أنا حقيقة بغيت أضيف يعني في الكلمة هذه حقيقة، يعني كان صاحب السمو يعني كان يحرص الأول حاجة سلامة الموظف. يمكن احنا من اول المؤسسات الحكوميه على مستوى الدوله ان نحن اجزنا ابنائنا في هذه الجائحه، أشهد والحمد لله اخذنا كل الاحترازات اللي لحد اليوم يمكن تقول انت 50 فما فوق، بعدنا نحن ما نقول متخوفين، الحمد لله رب العالمين، فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل دولتنا يعني وقيادتنا الرشيده الحكمه اللي نحن نشوفها في القيادات، وايضا ما ننسى الصف الاول من الاطباء وايضا العسكريين وغيره اللي مش
مشوا ومشكوا الامور بزمامهم الحمد لله رب العالمين، وصلنا للمستوى هذا والحمد لله. ولكن ايضا في دوائر ما تحتاج ان تكون يعني لابد انه يعني 100%، ولكن جعلناها 50 فما فوق. وفي دوائر مثل مؤسستكم الموقره تلفزيون الشارقه، وايضا حضور من زمان احنا مداومين 100% يعني الحمد لله رب العالمين. فلذلك يعني هذا كان يعني الله يطول عمر صاحب السمو، يعني هذا كان حرصه واهتمامه ان نطبق الانظمه والاحترازات على موظفينا، لان اليوم الموظف هو يعني ما بس هو موظف، ولكن هو مسؤول عن عائله، عن بيت، عن اسره، فهي الاسره هي مسؤوليتنا نحن، مسؤوليه المجتمع، مسؤوليه يعني الاماره، مسؤوليه المجلس التنفيذي، مسؤوليه صاحب السمو اللي دائما يحرص عليهم. فلذلك اخذنا الاحترازات، وطبعا هاي كل خطواتنا اللي استمرت ولحد اليوم نحن بالتواصل طبعا مع صاحب السمو، وايضا باستشاره يعني ولي العهد الامين ونائب الحاكم كذلك لاول باول، طبعا عن طريق مظله المجلس التنفيذي. الله يوفقكم يا ابو سلطان، جزاك الله خير يا ابو سلطان. ان شاء الله من يوم الاحد ان شاء الله باذن الله بشركم ان يكون ان شاء الله الدوام 100%. بشرك الله، جزاك الله خير يا ابو سلطان. وبالعكس نحن واثقين تماما باجراءاتكم، ونحن نعرف بان هاي الاجراءات الهدف منها بالاساس هي صحه الموظف سواء كان مواطن او حتى كان مقيم، والعمل ان شاء الله باذن الله ملحوق عليه، والحمد لله رب العالمين ترى لحقنا عليه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الله يعافي الجميع ان شاء الله. مشكور يا ابو سلطان، جزاك الله خير، بارك الله فيك. جزيل الشكر لسعاده الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائره الموارد البشريه في الشارقه، عضو المجلس التنفيذي حكومة الشارقة. إذن يا أخواني، مثل ما استمعنا، بداية من يوم الأحد القادم العمل سوف يكون في كل دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة 100%. يستثنى من ذلك فئتان، يستثنى من ذلك فئتان. الفئة الأولى أصحاب الأمراض المزمنة، والفئة الأخرى اللي هو العمالة المستخدمة. هذه الفئتين هم اللي يستثنون من العمل 100%. مع العلم، وهذا الكلام اللي قال الدكتور، إن لما كان الدوام 50% كان بحد أدنى 50% وليس بحد أقصى. يعني في بعض الدوائر كانت 100%. يعني أضرب لكم مثال، التلفزيون لما صدر قرار 50% كنا نحن كان بحد أدنى تذكرون في البداية 30%، ارتفعنا إلى 50%، لما صدر 50% ارتفعنا إلى 100%، ولا زال الاستثناء قائما على أصحاب الأمراض المزمنة على اعتبار أن الله يعافيهم يعني عندهم وضعهم الخاص، وكذلك أخواتنا الحمل كذلك. وهذا ليس من كلام الدكتور، وإنما هذا الوضع الخاص اللي عندنا في الهيئة يعني. فالأم المرضعة أختي الفاضلة لها ساعتين